بيك يا دكتورة. أهلا بيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مجد عامر ضيفة عزيزة على البرنامج، وهي برضو زميل بمستشفى جامعة عين شمس وحاصلة على الشهادة المتخصصة في الطب البديل ومن لندن، ومدة الدراسة بتاعتها كانت أكثر من 5 سنوات من لندن. واحنا سعداء جدا جدا بهذا الموضوع اللي هنناقشه النهاردة، وهو موضوع السرطان، لأن هو بقى مرض خطير يا دكتورة. انتشر قوي بقى، منتشر لدرجه انه كان يقال ان من 6 شهور كان في مريض بالسرطان في مصر كل ساعه، الان بدا يبقى في مريض بالسرطان كل 55 دقيقه. اللي هنتكلم عنه النهارده هو كيفيه الوقايه من هذا المرض اللعين. ناكل ايه، نشرب ايه، وكل ده برضه باتصال بالطب النبوي والطب البديل. نشوف برضه واحنا نتكلم الاحاديث النبويه، الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه. هنشوف بعض الحاجات الموجوده النهارده معانا، اللي بتمنى ان يكون كل بيت عنده، وفي نفس الوقت اسعارها مش غاليه، وفي متناول الجميع زي ما البعض بيقول. فيا ريت الكاميرا تشوفها برضو، والدكتوره مجد عامر هتكون معانا حاجه كده سريعا هتعرفنا بيها. دكتوره مجد، نبدا الاول باللي قدامي انا، ايه اللي موجود هنا في الخضروات دي؟ هي دي كلها خضروات طازجه، اتكلمنا عليها في حلقه من قبل، ان هي الخضروات الملونه، الاطعمه الملونه. طب يقول الله عز وجل: الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها. هنشوف ازاي ان كل الثمرات المختلفه الوانها دي كل لون فيهم عباره عن صبغه، وكلها لها دور انها كانتي اوكسن او مضاده للاكسده. يعني الالوان لها ميزه، يعني هي اللي ممكن التنوع. بالظبط، انا شايف ان في الموف وفي الاخضر وفي الاصفر والاخضر الجزر. طب ناخد حاجه كتيره سريعا. يقول الله عز وجل: فلينظر الانسان الى طعامه. لو كان في الوان مختلفه طبعا دي بتبقى بتشتهي الانسان، بيشتهيها اكتر. ايوه، يعني عايز تقولي برضو يعني تفتح نفسنا على اكلها. ايوه بالظبط كمان. طب ده قلقاس؟ بس ده مش ده موضوعنا، ده هنعمل منه لزقه. يعني اذا القلقاس في وجوده النهارده معانا مش كقلقاس هناكله؟ لا احنا هنستخدمه كنوع من لزقه للاورام الغير خبيثه. نعم. معانا ده الجزر. ايوه هنبتدي بقى واحد واحد كده نقولهم. بس نقول اصل في حاجه مهمه بالنسبه يعني المفهوم الجديد اللي اتكلموا عنه، هو الخضروات المتوازنه. فده طبعا معلومه جديده، عايز اقول ان بيقولوا يفضلوا الخضروات اللي لها جذور ولها فروع. طب ناخد حاجه مثلا، يعني الجزر مثلا الفجل مميز عن غيره. طيب لا، ليه جذور وليه فروع. ده يين ويانج، يعني متوازن. متوازن، ده الجزر اكيد كلنا طبعا عارفين. فالجزر لو بدانا بيه في بيتا كاروتين، فده طبعا كانتي اوكسيدنت مضاد للاكسده، يعني بيمنع ان الفري راديكلز او اللي هي الشوارد الحره انها تؤذي الخليه او تؤثر على الشيخوخه المبكره للخليه، وفي نفس الوقت بيمنعها ان هي بيحاربها بحيث ان يعملها نيوتراليزيشن، يمنع انها تؤثر على النفايات اللي في الجسم يحولها الى مواد مسرطنه. طب ادي اول حاجه بالنسبه للجزر. عندي بس سؤال اكيد كل السنه المشاهدين هيفكروا فيه، هل الجزر المبشور يختلف مثلا مميزاته او الفيتامينات بتاعته عن الجزر المسلوق، عن المتقطع في السلطه ولا لا؟ هو اهم حاجه يبقى طازج، سواء او لو سلقناه بيبقى سلق سريع، يعني يسموه يعني ما يتهريش، يعني انما المبشور ما فيش مشكله. مفيش مشكله. وده الفجل مميزات الفجل ايه؟ الفجل برضه لقينا فيه الانتي اوكسيدنت، لون الاليسين اللي هو اللون الابيض، وده كذلك يعني هلاقيه زي هو بيخلصنا حتى من الاورام، يعني صغر حجم الورم، وليه دور ان هو يخلصنا من السموم اللي في الجسم، يعني بيتعمل منه برضه لزقات. ايوه. طب احنا معانا الفلفل. الفلفل لأ، اللون الاخضر فيه كلوروفيل، في نفس الوقت في ماده اسمها الكابسايسين، هذه الماده وجد انها بتحارب الخلايا السرطانيه. طب الفلفل يعني برضه في فلفل اصفر، في فلفل احمر، وفي فلفل اخضر، في فرق بينهم؟ هيبقى الالوان اللي انا بتكلم على الفيتامينات، يعني ده فيه فيتامين سي على حد علمي ان الفلفل الاخضر فيه فيتامين سي. هل لو انا اخدت الفلفل الاحمر هو نفس الفيتامينات؟ لا، الاستفاده مختلفه بحسب اللون. يا سلام، يعني ده كانه صبغه لها، هذه الصبغه هي مواد مضاده للاكسده. طب احنا هنوصل برضه للبصل والثوم، ولكن بلانا الان استقبال اول مكالمه تليفونيه في حلقتنا النهارده على 8555272، وعلى فاكس 8555276، والايميل يتساءلون@dream.tv. وبرضه عايز اقول للساده المشاهدين، احنا ان شاء الله النهارده في روشتة للمحافظه على الصحه والمناعه والطاقه، وفي برنامج لتنظيف القولون، وفي ايضا برنامج لتنظيف الجسم من الدهون
والسموم والحصوات كل ده هنتكلم عنه طوال الحلقة، وهنحاول ننزلها على الشاشة، وياريت نحاول نسجل الحلقة علشان حاجات مهمة جدا، وهنحاول نستفيد بأكبر قدر ممكن من معلومات مع الدكتورة ماجدة عامر، ونحاول نرد تليفونات تكون كلها عن السرطان وكيف الاستفادة من الأكلات والخضروات الموجودة معنا والفواكه لمقاومة هذا المرض. ومعنا أول صوت تليفوني من الأخت هيام. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا فندم. أنا الأول بشكر حضرتك جدا جدا على البرنامج بحلقاته كلها عموما، والحلقة دي خاصة لأني مريضة من مرض السرطان. ألف ألف سلامة ليك يا فندم. ربنا يسلم حضرتك، ومتشكرة جدا لحضرتك وسلامي لكل العاملين في الاستوديو يعني على اهتمامكم باتصال. شاكرين. اتفضل. ممكن أكلم الدكتورة ماجدة؟ دكتورة ماجدة معاك، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. أهلا بيك حضرتك. السلام عليكم. أنا ربنا كتب لي الإصابة بمرض السرطان، واكتشفت صدفة كنت بعمل عملية جراحية واكتشفت سرطان في الامعاء في القولون، شلت تلت الامعاء ونص القولون المستعرض والقولون النازل كله والرحم والمبيضين ومنديل البطن. ده من سنتين الكلام ده، وربنا كان لي الشفاء واخدت جلسات علاج كيماوي وخفيت. بعد ما العمليه تمت سنه رجع المرض عاودني تاني، جلالات الاورام ارتفعت وما كانش فيه في الساعات المقطعيه ولا في الرنين اي حاجه خالص اورام، فاخدت برضه جلسات علاج كيماوي تاني ونزلت الجلالات الاورام والحمد لله ربنا عافاني. دلوقتي حاليا في شهر يناير كانت الجلالات 10، في شهر فبراير بقت 13، في شهر مارس بقت 18 وبتزيد. فطبعا انا قلقانه، ولكن املي في ربنا كبير جدا، وعارفه ان ربنا ما خلقش ده الا وخلق له دواء، فاملي كبير جدا ان ربنا يعافيني يعني، ويكون يعني الشفاء على ايديكم او حاجه طبيعيه يعني. ان شاء الله. والف الف سلامه وطمن عليك يا استاذ احمد، وسلامي للدكتوره عادله، يا ريت يعني تبلغها سلامي وارجوها انها تدعي لي، وانا بدعي لها في الشفاء ان شاء الله. برضو او برضو دكتور عبله ان شاء الله قريبا هتشوفوها في عمل تسألون، وكل عايز يكون من ضمن الخمس حالات اللي هتقابلهم شخصيا يا تبعت لنا على الايميل يا تسألون @gmail.com او على الاس ام اس 9137، وان شاء الله قريبا هتكون دكتور عبله الكحلاوي معانا على الهواء مباشره الاسبوع القادم مع دكتور عبد الله سمك في حلقه هامه جدا حول الرد على الشبهات عن السنه النبويه، واخر اربع في هذا الشهر مع الشيخ فرحات المونجي موضوع هام جدا تحصين البيوت من الانس والجن، وهنذيع برضو دعاء تسهيل الزواج يوم الاربعاء الاخير من هذا الشهر. دكتور ماجدة عامر بتقولي لها ايه؟ اقول لها ان المشكله ان طبعا هي بتاخد الكيماوي او كده كل عمليه في طبعا هدم للجزء اللي هو السرطان يعني الخلايا السرطانيه، لكن في نفس الوقت بيأثر على خلايا الكرات البيضاء والحمراء وغيره. ايوه. جهاز المناعه ككل. نقوي ده جهاز المناعه. فاحنا لازم طبعا نتعلم ازاي نبني في نفس الوقت مع الهدم ده، يبقى في توازن. فلو ما كانش في نظام غذائي بنسميه فيري ستريكت يعني صارم جدا. في ممنوعات عليها ولازم نقولها يعني بكل يعني صرامه، طبعا ممنوع انها تقرب من حاجات معينه دي بتزود خلايا سرطانيه، وفي نفس الوقت بنديها كل ما هو يحفز الجهاز المناعي ويحارب بنسميها كانسر فايتنج فود، بنحارب الخلايا السرطانيه من ناحيه ثانيه. طب يعني اقدر اقول من الاعشاب ومن الغزال وبالهملكتي وغيره. وعايزه اقول لها ان انا في المانيا كنت بشوف فعلا يعني امثله ليا 9 سنوات عندها سرطان ما زالت بتمارس حياتها وبتشتغل وكل شيء. نعم. وبالطرق الطبيعيه، فطبعا لسه ما توصلناش في مصر يعني. انا عايز اقول ان الاكلات الموجوده معانا دي هو ده ممكن نقدر نقول نظام الغذائي السليم يعني حتى للوقايه من هذا المرض. هنا هنقول في طبعا هنا كوقايه، احنا لسه برضه معانا هنا الحاجات دي. وناحيه ثانيه في ممنوعات لها. الممنوعات بقى انا عايز اعرف بقى، كنت بكلم الدكتوره ماجدة عامر قبل الحلقه بقول لها ايه اللي ممنوع بقى؟ قالت لي بصي يا احمد بقى، ممنوع المشوي على الفحم، ممنوع المقلي، ممنوع المحمر. قلت لهم الناس تاكل ايه؟ هينفع نقول الناس لا مشوي نافع ولا المحمر نافع ولا المقلي نافع؟ قالت لي البخار والمسلوق. قلت دي كده صح؟ طيب انا عايز اقول لسلام شاهدين حلقه هامه جدا، ما تتعقدوش، خليكم معانا، هتلاقوا حاجه في الاخر تاكلوها مع الدكتوره ماجدة. في امل. لا في امل. محشي اهو في الاخر هيكون جبنا محشي. هنعرف بطريقه جديده برضه مختلفه مع الدكتوره ماجدة. طب احنا وصلنا هنا للبصل والثوم. طيب ايه بقى البصل والثوم مميزاتهم ايه والاحاديث النبويه الخاصه بيهم ايه؟ دول هنقول على راس كل المجموعه دي سبحان الله، بالذات الثوم. كل الوصفات بعد كده لغسيل قولون وكده هنقولها، هنلاقي الثوم على راسهم، كل حاجه داخل فيها الثوم. في ماده الانيسين وهي دي ماده انشي اكسن مضاده للاكسده وقاتل الجراثيم ومحارب نمره واحد للاورام. سؤال ساذج، دلوقتي بيبيعوا الثوم على طول يعني متنظف كده وفي برطمانات وفيها ماده حافظه. لا لا، اصلا من ضمن الممنوعات ده هو النهاش نمبر 1 كده فوق المواد الحافظه.
تاني يعني. مواد الحافظة احنا لسه في الممنوعات ما قلناهاش. لسه هنتكلم عليها بس انا عايز اقول ما في مواد حافظة اذا ما ينفعش. طب في ستات بيوت شاطرة برضه بتنضف التوم وتحطه بتبشورة او او مش عارف تضربه في الكبة وتحطه في الديب فريزر وتطلع منه كل فترة. لا لا برضه؟ لا يعني لازم الرائحة القوية دي مهمة جدا. طب يعني في حبوب على الأقل اليوم الواحد استخدام اليوم الواحد. طب في حبوب يومين بكتير. في برضه دواء التوم بيتباع في الاجزخانات هل يعني لا مش نفس الكفاءه لان هنقول الاطعمه الغنيه بالطاقه وهنشوف ايه الطاقه. طيب معناته ينفع ياخده من ايمان مقارب بس نتكلم بس البصل عشان نخلص من الخياد. البصل هل يختلف البصل الاحمر عن او البصل ده او البصل الاخضر ولا كله مميزات واحده؟ لا هو البصل الاخضر طبعا مفيد لانه اللي هو فيه الجذور وفيه أيوة الفروع في سيخ والفول والحاجات دي. والبصل ده بالوانه في ماده الاليسين في جميع الاحوال يعني كله مفيد. البصل كل انواع مفيد. طب احنا برضه بنزلنا نفتح وتيف ونسمع على الهواء مباشره ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسمي ايمان والله كنت انا بشكركم على البرنامج دوت قوي. ربنا يخليك. الله يخليك. اتفضلي. بس الحقيقه كنت عايزه اسال الدكتوره انا ابني عنده حساسيه في صدره وكانت الدكاترة قالوا ان هو يعني واخدها عامل وراثي من جده ابو والده. أيوة. فانا دلوقتي هو بتجيله شفايفه بتزرق وحاجات كده بياخد كورتيزون كتير في نادون وادوية معينة يعني وكان بخاخات. ايوه. فهل لي دلوقتي في حاجة في صدره اقدر اديها له من الطب النبوي لان هو بيقولوا نقص اكسجين كمان. حاضر بس حضرتك سليمة وجوزك سليم هي مش لا 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 انا سليمة الحمد لله. حاضر. شكرا على اتصالك وهنتكلم دلوقتي عن سريعا الحساسيه بتاعت الصدر بتاعت الجو والصعب. هي دكتوره ماجده عنها كانت بتقول يا ريت تتكلم النهارده عن السرطان بس ناخد برضه ما دام هي اتكلمت معانا. الحساسيه دي بالذات في هذا الجو المليء بالاتربه. هو في وصفه كده هي بتاخد الزنجبيل الفريش الطازج وتبشره بعد كده بنضيف عليه كميه قد بعد ما نبشره نعصره فيطلع منه سائل. هذا السائل بنضيف كميه متساويه منه من زيت السمسم. طبعا المعصور على البارد. ايوه. بنخلط الاثنين وبيتناولوا بقى الطفل ده بانتظام مع طبعا منع اللحمه لان بيقول لهم if you don't eat meat you breathe better. فلها علاقه بالتنفس يعني. والالبان بالذات لانها بتكون الميوكس او اي البان ولا لازم الالبان كلها بتتمنع وقت الكريزة الحساسيه. نعم. طب احنا برضو عشان حلقتنا النهارده قصيره ومفيش وقت فاللي عايز يبقى يتابع التفاصيل دي كلها يتابعها في الاعاده معانا فاصل بس عايز انوه سريعا احنا في هذا الشهر بنحتفل بيوم اليتيم او بعيد اليتيم وانا سعيد ان هو مش بس يوم 7 يناير بل ان كل محافظه بقى لها يوم اختارته واتمنى يكون كل السنه كل ايام السنه بنحتفل بيهم وعايز اقول برضو ان في اطفال كتير قوي قوي شاعرين باليتم مع اهاليهم فيا ريت هذا الشعور الغريب اللي بدا ينتاب الاسره المصريه النهارده يبدا يختفي ونلاحظ فعلا ان هذا الشعور لابد ان يختفي. معانا فاصل لكن عايز اقول بس ان سريعا يوم الخميس 6 ابريل في ندوه مع الدكتور صبري عبد الرؤوف بنادي ميناء دمياط وكل هذه الندوات والاحتفالات سريعا بيوم اليتيم. في يوم الجمعه والحد في احتفال ايضا بيوم اليتيم ببلبيس مع الدكتور حامد ابو طالب. يوم السبت والثلاث بالعاشر من رمضان وبالبيت مع الدكتور محمد المصير. يوم الاثنين بالمنصوره في ايضا احتفال بيوم اليتيم مع الدكتوره ملك يوسف زرار والشيخ محمود الحنفي والدكتور صلاح الجمال. شريط الكرام انتظرونا بعد فاصل قصير جدا فابقوا معنا. لحن ماده برضه في الكروم موجوده بالذات في البروكلي وكل العائله نفسها بتحارب السرطان. طب والبنجر؟ البنجر منظف وطبعا في اللون اللي هو البنفسجي شويه اللي هو الداخلي ده. كذلك اللي هي مواد مضاده للاكسده. البعض بيقول ان مريض السكر المفروض ما ياكلش بنجر لان فيه سكر كتير. لا ما فيش مشكله طالما في توازن بياكلوا باعتدال بياكلوا باعتدال ما فيش لا افراط ولا تفريط نقول يعني باعتدال خلاص. طيب هيرفع السكر. طب المشكله ان البروكلي هيك حتى جدافي برضه نقط صفرا كده هو فان بروكلي لو ما استلقش في يوميها بيدي اللون الاصفر ده هل المميزات بتاعته تختفي ولا لا؟ هو الافضل يبقى اللون الاخضر القوي طبعا محضرينه من امبارح عشان نلحق الوقت. فده بيتسلق سلقه سريعه بحيث يبقى ما يتهريش يعني. ايوه ايه مميزاته؟ يبقى في السلفورافان ماده السلفورافان مقاومه للسرطان. يعني كانسر فايتنج فود بنسميه ده نمبر 1 اهم واحد فيهم كله. وموجود في مصر؟ رائع بوصيها المريضه اللي كانت لسه بتتكلم دلوقتي انها البروكلي من ضمن الشرب بتاخدها حتى وعايز اقول وعايز اقول فعلا دلوقتي بقى متوفر في مصر وسعره رخيص يعني احنا كنا مفتقدينه بقى لنا سنين طويله ولكن الان بدا يتم زراعته في مصر زي ما نعرفه. يعني واحد نشتري لو لقينا في ارض اصفر ما نجيبوش.
يفضل يبقى فريش يعني. يبقى فريش. طيب وده الخاص؟ ده الخاص كذلك هنقول لون الكلوروفيل اللون الاخضر، وكل ما يبقى الورقه اخضر داكنه يعني كل ما تبقى افضل يعني. يختلف غنية اكتر بماده الكلوروفيل وهي ماده مضاده للاكسده. والخاص يختلف بقى عن البوتش اللي هنشتريه ولا هو نفس الفايده؟ لا هي لو هي اللون بالنسبه لي انا بتكلم على اطعمه غنيه بالالوان، واللون هو اللون الكلوروفيل ده هو الاساس بالنسبه لي اللي هو أشعر. يعني الخاصه مثلا بربع جنيه والبوتش مثلا بجنيه، الاثنين بسعره الفايده واحده؟ لا الخاصه افيد، لا الخاص لونه داكن اكثر من الكلوروفيل. يعني اذا الخاص افيد. ولكن الاكل الرخيص سبحان الله الجرجير الخضره الحاجات الخضراء دي سبحان الله بقدونس صغيره. طيب احنا دلوقتي غنيه جدا. غنيه والجرجير برضه من الفقراء يعني سبحان الله. هو طب البطاطا بقى؟ البطاطا فيها البيتا كاروتينويد فهي برضو مهمه جدا بالنسبه كمقاومه للسرطان. في مشكله واكلناه بقشره ولا لو في مشكله احنا ما اكلناش قشره ولا؟ لا مش شرط، اللي هي اللون الداخلي اللي هو الاورنج البطاطا. اللون ودي الطماطم؟ الطماطم فيها ماده اللايكوبين وهي ماده مضاده للاكسده. طيب وده ايه؟ ده قرع. ده القرع بقى زي ما قلنا قبل كده شوربه. في احاديث نبويه خاصه. طبعا احاديث خالصه مع همين نقول. طيب حلو وقت بس معلش طبعا الاحاديث الخاصه بالقرع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشه اذا طبختم قدرا فاكسروا فيها من الدباء. وقيل من الدباء اما الكوسه يا اما هو القرع. وطبعا يعني الحبه العشر لا انا اسفه بالنسبه لليقطين يعني وجدتنا في شجره من يقطين بالنسبه ده اليقطين هو انا القرع. طب وده ايه بقى؟ في بدل البيتا كاروتينويد لان لونه اورنج. لونه اورنج وده ايه؟ ده هنا بالنسبه القمح المنبت او الشعير المنبت. ده ايه دي زراعه؟ عشبه القمح. ايه ده كمان تجيبه؟ الكاميرا فين؟ ها؟ إيه هنشرح لهم ازاي نبتوها وبناكل الجزء اللي هو الاخضر زي العلبه يوصل ل 10 سم ممكن اعلى من كده وبياخد الجزء ده بيضربوه في الخلاط، بس عشان ينبتوه لازم اشرح لهم بقى الاول بينقعوه 24 ساعه وبعد كده بيحطوه في مصفى يغطوها بشاشه ويغسلوها بانتظام وتبتدي تنبتها. برضه مفيش طبعا دي غنيه بالطاقه جدا. اهم حاجه كل الاطعمه المنبته بالذات بنوصيها للمرضى السرطان. طب ايه اللي هيجيبها ده؟ كل حاجات مثلا معلش الحلبه تنبتها الفول تنبته وهكذا انها غنيه جدا بالطاقه وهنشرح ايه طاقه بقى. مش عايزه ترجعي الست يبقى ست بيت يعني ده ايه؟ مش بياخد وقت قوي يعني. طب ده ايه؟ ده شيكوريا. شيكوريا؟ يعني هو شكلها كان ظلمت قلت حاجه دبلان. الشيكوريا دي بتاعت ايه؟ الشيكوريا ايضا مقاومه للسرطان بالنسبه للون الكلوروفيل اللي فيها. طب دي طبعا يعني امثله كده امثله بس انا سريعا للاطعمه الملونه عشان نشيلها بقى من على المكتب. بس قولي ده قلتي هتبقى هي لازقه لازقه ازاي؟ لازقه في القلقاس بنقشره ونبشره بعد كده بنقلبه مع نقلبه مع دقيق ابيض فعلا زي العجينه كده وهنحطها فوق الورم ونغطيها لمده ساعتين لاربع ساعات وبعد كده بنغسلها يعني ونكرر الموضوع ده كذا مره خلال الاسبوع. يفضل لو كان الورم غير خبيث يعني. نعم. هنلاقي طبعا اللون اتغير وكانه بيمتص السموم من داخل الزيت. نعم. معايا تليفون لكن ناخد سريعا يا خالد تشوف على الشاشه روشيتا للمحافظه على الصحه والمناعه والطاقه. حاجات بسيطه جدا ورخيصه جدا. فنجان خل تفاح. فنجان خل تفاح مع فنجان عسل زائد 8 فصوص ثوم. يرجل جيدا ويغلق ويترك لمده 5 ايام. بعد كده بناخد منه ملعقه يوميا صغيره في كوب ماء قبل الفطور. الفصوص الثوم دي تتقطع ولا بتدق في الكبه يعني؟ بتدق ممكن بهون يعني كل ما يبقى ما فيش يعني بطريقه طبيعيه كل ما افضل حافظ على الطاقه. دكتوره ماجده عامل بتحسسني انها يعني بقى لها 30 سنه ما دخلتش معانا في الجديد يعني وانقياداتي السريعه اشرب على العصر القديم. هنعيد ازاي؟ هنعيد الحاجات القديمه. فنجان خل تفاح، فنجان عسل، 8 فصوص ثوم ثم يرج جيدا ويغلق ويترك لمده 5 ايام في الثلاجه والجرعه ملعقه صغيره في كوب ماء قبل الفطور. والان بدانا نستقبل مكالمه تليفونيه وعلى الهواء مباشره على 8555272 وعلى فاكس 8555276. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا كنت عايزه اكلم الدكتوره ماجده لو سمحت. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ربنا يخليكي. لو سمحت يا دكتورة انا جوزي كان مريض بسرطان يعني حوالي 6 سنين السنة دي. في الاول بعد جاله الورم على الرئة وخد علاج كيماوي لمدة سنة وعمل عملية وبعد السنة رد عليه الورم تاني واضطر ان الدكاترة بيديله علاج كيماوي. استبدل العلاج حتى الكيماوي الايام دي بيكسر في بيقلل نسبة الهيموجلوبين في الدم
والامور مش متظبطه. ايوه. فيعني عايزه اخد راي حضرتك. حاضر، شكرا اتصالك وان شاء الله يبقى ربنا يمني عليه بالشفاء باذن الله. بالنسبه لسرطان الرئه بالذات بنجي حاجه ما جبناش معانا يعني طبعا مش كل حاجه قلناها يعني اللوتس جذور اللوتس للرئه بالذات وهي شكلها زي الرئه سبحان الله ومستورده يعني ما شاء الله. نعم. فده اضافه للي هنذكره ان شاء الله. طب برضه عشان معانا حاجات كتير قوي هنقولها على الشاشه يعني دلوقتي هنخش في مساله تنظيف القولون عايزين نعرف الحاجات دي كلها هتبقى مدتها قد ايه؟ هل مثلا مدة سنوية ولا شهرية يعني مسألة الروشتة للمحافظة على الصحة والمناعة والطاقة المعلقة الصغيرة في كوب ماء دي مدة قد ايه؟ يعني هو طبعا كل ما يستشعر ان هو مجهد صحته بتتحسن مجهد الاجهاد بالذات بنقول خطر جدا لان ده بداية نقص في الطاقة الطاقة الحيوية دي بنسميها الفايتال فورس هي المسؤولة عن إعادة توازن جسم الإنسان على جميع مستوياته يعني أعلى شوية من مستوى الجهاز المناعي أيوة. فاذا بناكل اطعمه غنيه بالطاقه بتشحن طاقه جسم الانسان وفي نفس الوقت زي ما قلنا هنا كل اللي اخذناه الروشته بتاعت الصبح دي في العسل بالذات فهو غني بالطاقه وبنخسر نفس الوقت الجهاز الهضمي. هنبدا دلوقتي بروشته تنظيف القولون وفعلا في امثله عديده جدا وليست مصريه حتى تقول ان الموت بيبدا من مشاكل القولون وانتشر ايضا سرطان القولون. يعني ايه بقى تنظيف القولون ويعني ايه فعلا في جدول ممكن هننظمه يبقى كل 3 شهور مره كل 3 شهور او مره كل 6 شهور ونشوف دلوقتي على الشاشه سريعا في 9 حاجات اولا نحاول اولا التخلص من اي فضلات طعام عن طريق تناول يوم غذائي غني بالخضروات والفواكه 2 3 كوب قهوه ليس نسكافيه في قهوه وتتركه يبرد بحراره الجو بعدين نضيف معلقتين كبيره زيت زيتون ونقلبه من بينام الشخص على جانبه الايسر يحقد نفسه عن طريق الشرج بالمزيج السابق ينتظر ما بين دقيقه ل 15 دقيقه في الوقت ده بقى يتنفس بيتنفس بعمق ويدلك بطنه جيدا ويتخلص من الفضلات ويحقد نفسه ثانيين ويكرر نفس العمليه حتى تنتهي كميه القهوه مواعيد هذه العمليه من 8 ل 9 مساء او 8 ل 9 بالنهار ويتم تكرير هذه العمليه لمده 3 ايام مع تناول النظام الغذائي المذكور ده موجود على الشاشه وللاسف مفيش وقت نعيده ثاني يا خالد عشان الوقت بس ومعانا برنامج تنظيف الجسم من الدهون والسموم والحصوات ولكن نكمل الدكتوره ماجده جايبه لنا معاها. طب ايه اللي موجود هنا تاني يا دكتوره؟ هنا نتكلم على حاجه مهمه جدا وهي المشروم او العش الغراب. فانا اوصي طبعا ده ايه ده انت مجففاه ولا ده بس نوع معين اسمه شيتاكي. شيتاكي؟ شيتاكي. فيعني ده بنقول ان هو اقوى 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 ما فيهم يعني كمحارب للسرطان. لكن ممكن يستخدم العيش الغراب المصري يعني. فبنقول اهم حاجه العيش الغراب مهم جدا ان يعني في مواد مقاومه للسرطان فايتنج اسمها اللاكتين. اهم حاجه كمان ان هو في البيتا جلوكان اللي بيمنع تراكم السموم في القولون لسه بنقول اهميه القولون ان احنا نمتنع عن الامساك بالزيت. يعني ممكن الامساك يؤدي الناس عندها امساك مزمن ده ممكن فعلا يؤدي يمكن جاي احذر يعني ان كل واحد يعاين الامساك يبتدي يعني يبقى زي جهاز انذار له ان هو ما يعملش عمليه تراكم لنفايات الاطعمه وكده دي فيما بعد بتتحول الى مواد كارسينوجينيك يعني معناها مسرطنه. طب دكتوره ماجده خلينا بس واقعيين مفيش حد يتعمد يكون عنده امساك مزمن ولكن فعلا في ناس بتاخد دلوقتي عيش بالرده او بتسف حاجات اللي هي بالحبه الكامله علاج الامساك المزمن سريعا نقوله ايه للمشاهدين؟ علاج احنا اولا عشان نمتنع عن ايه عشان ما يجيناش امساك هو ده الاساس. ودي طبعا ممنوعه لكل مرضى السرطان في نفس الوقت وكوقايه من قبل ان شاء الله السرطان. ربنا يعافينا جميعا. فاولا الدقيق الابيض والاطعمه الجافه بنسميها الفيري دراي اللي هي زي مثلا زي الرز الابيض زي المكرونات زي الزيت وحاجات اللي نواشف دي كلها كل ده غلط لا كثرتها بدون الياف بدون اطعمه بالالياف يترتب عليها طبعا الامساك. فالرسول عليه الصلاه والسلام لم يترك خبز الشعير حتى توفاه الله لانه خبز بالنخاله يقول الله عز وجل والحبذ العصفي والريحان والعصف هي القشره الخارجيه ونشوف ازاي في الحبوب الكامله معظم الناس اهي هنا موجوده بتترك الحبوب الكامله عشان تقول ده دايت ومش دايت والموضه اللي طالعه فيها ان هو الرز بيتخن ولا بيتخن هو الرز ما بيتخنش؟ لا طبعا الاساسي بالنسبه للجسم يعني هو اعتدال في كل شيء لا اعتدال في كل شيء ده اللي عايزينه وبرده بقول يعني احنا يا جماعه بنقول للناس تاكل ايه وتمتنع عن ايه علشان نحمي نفسنا ودايما بنقول ان الوقايه خير من العلاج ومعانا اتصال تليفوني
مع دكتوره متخصصه بالاورام من جامعه المنوفيه. الو. الو. دكتوره ايمان عبد الرازق. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي. ازيك يا دكتوره مجد؟ اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. حضرتك انا مدرس اورام طب المنوفيه. اهلا بيك. وطبعا يعني انتوا بتثيروا موضوع يعني احنا يعني انا كل ما اروح بصراحه في القسم اقول يعني ربنا يا رب يعافينا كلنا يا رب. يا رب. لان فعلا المرض ده انتشر بشكل رهيب. ايوه. يعني مش عايزه اخوف الناس بس فعلا انتشر بشكل غريب وربنا ان شاء الله يرحمنا جميعا يا رب. يا رب. بيقولوا بقى في مريض سرطاني في مصر بقى كل تقريبا حاجه و50 دقيقه 56 دقيقه. يعني دي حاجه فعلا مفجعه. ايوه. يعني لازم صحوه حضرتك يعني لازم صحوه يعني فعلا العوده للطبيعه كجرس انذار لكل اسره والام هي المسؤوله الاساس كلكم بقى مسؤوله عن رعايتها. تعلم اولادها وتعلم اسرتها ايه الاطعمه اللي ان شاء الله بنحاول يعني برضو نساهم يعني يمكن البعض ممكن يقول يعني ايه اللي دخل الكلام ده برنامج عامه يتسالون ده مش برنامج المراه ولا طبيخك ايه النهارده ولكن احنا بنقول باستخدام سنه الرسول عليه الصلاه والسلام أيوة والسيد النبوي بنقدر نحاول نساهم لو جزء صغير نقدر نقول للناس ايه وفي بقى بقيه الجهات بتكمل الرساله. اتفضلي يا فندم. هو حضرتك يعني انا يعني شايفه جهد كبير قوي للدكتوره ماجده يعني ربنا ان شاء الله يكرمها يجعله في ميزان حسناتها ان شاء الله باذن الله. بس هي فاضل يعني في نقطه يعني ليه ما يبقاش في تعاون بين دكاتره الانكولوجي او دكاتره علاج الاورام وبين الدكتوره ماجده وبقيه يعني والمجموعه اللي هم الطب البديل او الطب النبوي وده يبقى احياء لسنه النبي ويبقى في ميزان حسناتنا ان شاء الله كلنا باذن الله. يعني انا يعني نفسي لو اخد حتى ايميل الدكتوره ماجده او كده ويبقى في تعاون وتعاونوا على البر والتقوى حياتك يعني ده امنيتي اتمنى ان يعترفوا بالطب البديل ويكون ان الاوان ان اهميه هذه كلها مكملات نسميها مش بديل الطب المكمل فيدا يد في مصلحه المريض باذن الله. طب هيكتبي برضه رقم تليفونك بس في الكنترول والدكتوره ماجده هتتصل بيكي ان شاء الله واتمنى يعني دايما نحتاج نكمل بعض ونحاول بقى ان احنا تبقى يعني نسبه اقل ونقول بعد كده بقى في مريض كل يوم ما بقاش مريض بقى كل ساعه. كنت بسرعه حسن ان شاء الله. شكرا يا فندم على اتصالك. بس يعني لو مريض السرطان اللي بيقدموا له جيلي يعني انا فعلا ببقى حزينه يعني بديله ايه بالظبط يعني ده بيهد جهاز مناعه وانا بديله جيلي كلها حاجات ملونه فما فيش اي طبعا وعي صحي ابدا في النظام الغذائي للمريض يعني. وبرضه انا عايز اقول يعني احنا البعض بس ما يقلقش الموضوع مش منتشر في مصر بس بل بالعكس بقى في سرطان دلوقتي بقى مش عارف ليه بقى في العالم كله. نسبة التلوث زادت في العالم كله ولا النظام الغذائي بقى اللايف ستايل النظام الغذائي العالمي بقى الحياه كلها بقت هي خطا يعني الاكلات السريعه والجنك فود ويلا ناكل حاجات محفوظه ومفيش وقت نحضر حاجه بنحاول ونقلل زي ما قلنا يعني نتمنى طبعا ان هذا الموضوع ينتهي من العالم كله ونحاول احنا نساهم ولو جزء بسيط مننا كعامة سألون واحنا بعد الفاصل في برنامج لتنظيف الجسم ومعانا بعض الاكلات بالطب النبوي دكتوره ماجده عامر هتقدمها لكم وزي ما قلت انتظرونا الاسبوع القادم هتكون حلقه هامه جدا مع دكتور عبد الله سمك انتظرونا بعد الفاصل وابقوا معنا. القاعده لسه مواعيد كنت قايلها في الصباح في الغذاء فهو بالظبط كده 2 كوب ماء مع في كل كوب ملعقه عسل. بعد ساعة بيشرب خليط معين هنشرح مكون من كوبايتين من الخليط الآتي 2 كوب 2 كوب جريب فروت أو عصير تفاح طازج طبعا زائد ليمونة زائد فص ثوم ومع كل يوم لأن البرنامج مدة 5 أيام مع كل يوم بنزود فص ثوم وبعدين في ملعقة زيتون ومع كل يوم بنزود نصف ملعقة في اليوم زائد قطعة 1 سنتيمتر من الزنجبيل الطازج بعد ساعة بتؤكل الخضروات أو الفواكه الطازجة يعني الزنجبيل بعد ساعة بناكل تبقى اكون جعان لسه ما افطرش بعد كل ده فبنجي له خضروات او فواكه ولا يخلط بينهما يا ده يا ده. اتمنى يكون القرايه واضحه للساده المشاهدين يعرفوا يقولوها وفي في الغذاء يؤخذ الخليط الغذاء بقى قبل الغداء على طول بناخد ملعقه زيت زيتون صغيره يعني خليط هو ملعقه زيت زيتون صغيره زائد ليمونه زائد ملعقه خل تفاح صغيره ده الخليط بناخده بعد كده بنتغدى بيكون شوربه خضار فيها بالذات الخضروات اللي احنا ناسيينها شويه زي القرع زي الفجل زي الخرشوف وفي جزر وفي كرفس وبسله وفي العشاء يا كرنب وغيره في العشاء بيبقى فواكه فقط لا غير طب احنا معانا بالاس احنا معانا بالاس ام اس طبعا ده عايزه بس اقول حاجه هذه الانظمه مش غير متوازنه يعني هذه الانظمه مؤقته يعني ايه مؤقته غير متوازنه؟ يعني مش هنعيش عليها العمر كله يعني تقول 5 ايام؟ اه 5 ايام لان غير متوازنه لانها ناقصه يعني طبعا فيتامينات وناقصه مينرالز يعني بعد 5 ايام شيء مؤقت المفروض يشعروا بايه بقى؟
حيث يشعر ان هو يعني نضف من داخله، نضف من داخل زي ما نضف من خارج يعني. يعني هيحس مثلا بانتعاش، براحه نفسيه، هيحس بان اكثر نشاطا، طاقته اكثر. ده انا عايز اقوله بقى لونه ممكن يتغير، يبقى لونه وردي اكثر لو لونه كان شاحب. طب في اسئله كثيره جدا جت بالاس ام اس 9137 عن التوتر والقلق وعدم النوم. الموضوع مش دعوه بالسرطان، ولكن لازم تقول لنا بقى علاج ده سريعا. اللي عنده توتر وما بينامش يعمل ايه؟ احنا ضمن الوقايه من السرطان، ولمريض السرطان ايضا عامه بيشتكي من التوتر، والتوتر بيتاثر عليه عدم النوم، وبالتالي الطاقه تقل في الصبح، يحس ان هو مجهد. هو ان الاجهاد ده علامه بدائيا ان الانسان مش قادر يقاوم اي ميكروب فيما بعد لو في غزو من اي ميكروب. فنبدا ازاي؟ المنوم بقى، حاجات المنومه، الاطعمه الغنيه بالسيروتونين. بالسيروتونين. السيروتونين متوفر فين؟ في الاسماك زي ما قلنا هنا. يعني السمك بينيم؟ السمك وفي فوسفورس طبعا. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: احل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الجراد كمان؟ نعم. يعني احنا عملنا صيد جراد السنه اللي فاتت، فكرت كده. عملنا صيد جراد. السمك المشوي ولا ممكن يكون مقلي او في الصينيه او سنجاري والكلام ده؟ لا، هو عملنا في الصينيه اشرق عليه يعني دسم جامد وكده، خفيف يعني نعمله كانه مشوي يعني. مشوي خفيف بزيت الزيتون. شوف ازاي ان طب ايه اللي ينيم؟ احنا قلنا السمك، ايه اللي ينيم؟ او مسلوق بقى. طيب. لكن محمر لا. محمر ايه اللي ينيم تاني؟ ايه اللي يخلي غير ينيم؟ غير كده كمان هيكون زيت اللافندر. زيت اللافندر زيت اللافندر بيستخدم، ممكن يتحط يدهن على الجبهه. بيهدأ أثر الريحان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا عرض عليكم الريحان فلا تردوه، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. غير كده الحبوب الكاملة اللي فيها غنية بالمغنيسيوم، وده مهم جدا للجهاز العصبي. كذلك التمر. التمر كمان قوي للجهاز العصبي وبيمهدئ وبينيم. الشوفان وغيره. والشوفان عندي رسالة بالاسم اس سريعا 91 وهناك برضه المكسرات. المكسرات. دكتوره ماجده عامر مقفله كل العلب اللي فيها المكسرات، اتعلمت من الدرس اللي فات. طب هو نقطه بس مهمه بس بالاس ام اس، هل اللحوم البيضاء والحمراء ممنوعه على مريض السرطان؟ من ضمن المجموعات نمنع خالص، بنسميهم الاسيد فورمينج فود. ليه؟ لان حموضه الدم بيترتب عليها ان كانها ميو او مكان مناسب لتكاثر الخلايا السرطانيه. الخلايا السرطانيه يين، وهذا لغه اليين واليانج اللي هو سلبيه يعني. وكذلك الاسيد فورمينج فود كلها بتبقى يين، فبالتالي المفروض نحط عكسها. المشاهدين اللي هيفهموا يين ولا يانج، يين يعني معناها سلب و بتقول لها سلب متوازنه بقى. انا لسه هي عامل يا جماعه معلش برضه، هي فرانكوفون وشويه لغات كده جنب بعض. والله هي لغات ولا حاجه، بس هو اسمه كده بالشاينيز يعني. بالشاينيز. طيب فنرجع تاني، كنت هتقول بالنسبه للحوم، فبنمنع عنهم اللحوم بالذات مريض السرطان. اما للوقايه بناكل باعتدال اللحوم كما قال سيدنا عمر: لا تكثروا من اكل اللحوم فانها فيها ضراوه، والضراوه معناها وهن العظم. فاذا يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طب احنا معايا تليفون تاني سريع، يا ريت تكون مدخلات تخش على طول في الموضوع. الو. اكل السمك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا هبه من القاهره لو سمحت. اهلا بيكي يا هبه، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال، بالنسبه عندي مريض عنده مرض السرطان في البروستاتا، فمنتشر قوي في العظم في جسمه، فهو دلوقتي مش قادر يتحرك. انا عايزه اعرف هل ليه علاج؟ هو اكيد بيتابع مع دكتور يعني. هو متابع مع دكتور. بيتابع مع دكتور، بس احنا حاجات بنساهم بس في الاكل والشرب والحاجات اللي هي المساعده، بس لازم طبعا زي ما بنقول احنا بنحاول نساهم لو بجزء بس يعني قليل، ولكن لازم طبعا الطب هو الاساس، عشان نقطة مهمة لازم نكون قلناها ونوضحها للساده المشاهدين. شكرا على اتصالك يا هبه. طب موضوع السرطان في الثدي اخباره ايه؟ سرطان في الثدي بنديله مادة اللايكوبين، وهي موجودة في كل ما هو لونه احمر زي مثلا البطيخ مثلا لون احمر، الفراولة كذلك، الطماطم الطماطم فاللون الاحمر ده مهم، بذر القرع بذر القرع شايفه برضه كان هنا مش عارفة ما هي لا انا كنت ممكن افتحها يعني ادعيها وافتحهم، بس انا سبتها. ها هو ده كانت الكاميرا فين هي؟ والقرع يعني ده زي اللب الابيض. بنديله كمان عرق السوس. عرق السوس بالنسبه للسرطان في الثدي بيقلل افراز الهرمون التستوستيرون، فبالتالي بيقلل حجم الورم. بيقلل. طب احنا سريعا عشان الوقت بيجري معانا، وحاجات النهارده كمان اقل من وقتها الطبيعي، ناخد ايه ده؟ احنا ورانا حاجات كتير قوي. ده ايه الكاميرا بتاعتنا سريعا؟ لا هي باختصار كل دول عباره عن البخول.
دي اهي. فالبقول من اطعمه المتوازنه. ده العدس. ده العدس. ده العدس. ده انواع البقول. ودي اللوبيا. وده الفول. الكاميرا فين؟ ده الفول. وده ايه؟ ده حمص. الحمص. ودي اللوبيا. اللوبيا نعم. ده كله بقى ناكله. ده من الاطعمه طبعا الوقائيه، من الاطعمه المتوازنه. دي اطعمه متوازنه اللي هي في النص، حتى حطينا سلبيه وايجابيه، يبقى في النص هي المتوازنه. متوازنه هي الحبوب الكامله ووراها يكون يليها البقول. يعني اذا الاكل ده هو ده اللي بيحمينا من السرطان، ده انت عايز تقول ايه؟ ممكن هو غني بحاجه مهمه بالنسبه للحبوب الكامله، غنيه بالسيلينيوم. وعايزه اقول حاجه مهمه جدا للمستمعين كلهم والله، يعني مشاهدين نفسهم. مادة السيلينيوم او معدن السيلينيوم نادر في الاطعمه. مادة السيلينيوم معدن اسمه معدن اسمه السيلينيوم. السيلينيوم السيلينيوم وجدوا علاقه عكسيه ما بين تناول السيلينيوم وبين الاصابه بالسرطان. يعني ده وقايه للسرطان، يعني كل ما تاكل اكثر سيلينيوم كل ما الاصابه تقل. اذا مهم جدا ان انا ناكل كل ما هو غني بالسيلينيوم. طب احنا اكمل ولا عشان هو اللي غني بالسيلينيوم؟ الحبوب الكامله. الكاميرا فين بتاعتنا يا جماعه؟ الحبوب الكامله غنيه بالسيلينيوم. لا خد معلش بس انا اجري التليفون لما ناخد العصانيه ده. ايه يا جماعه الكاميرا فين؟ ده ايه؟ الحبوب الكامله ده الدخن. الدخن ده بيستعمل ازاي؟ الدخن يعني زي الرز، يعني وصفته زي الرز. بيطبخ زي الرز. بيطبخ زي الرز. وده ذره؟ وده الذره، دي الحبوب الكامله بالقشره الخارجيه بالنخاله. ده الرز، هو ده الحبه اللي الرز الكامل اللي احنا عاملين منه رز بلبن. ده الرز الكامل، ايه ده؟ عاملين منه محشي. انت عم تطبخ لنا محشي كامل. الرز الكامل ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الارز بالقشره الخارجيه اللي هي زي رسمه هنا. كامل بكل الفيتامينز كله. ما دخلش المضرب. لا بيدخل مضرب بس بنشيل طبقه خفيفه جدا منه، بفضل الله ده مصري وبفضل الله توصلت ان انا يعني اوفره بارخص الرز اللي هو بارخص الاسعار. وده ايه بقى بسرعه على الكاميرا اهي؟ ده الشوفان. ده الشوفان ده بيتعمل ازاي؟ الشوفان بيبقى مطحون وبيضاف الاطعمه زي الزبادي او حتى في ممكن في شوربه الخضار. يعني بيشيل ممكن من غير مضاف زي الدقيق بالظبط، بيتطحن بيبقى كده عامل زي التلبينه كده، وبيضاف لشوربه الخضار يعني يسخنها فعلا. يسخنها. وده ايه؟ ده الشوفان يبقى الشعير. ده الشعير الكامل. ايوه ده ممكن يتاكل كده على التخمير. لا ده بيتغلي. لا ده بيتاكل ده بالقشره، ده يتغلي. اما لو مطحون يبقى تلبينه. طيب ده ايه؟ معلش عشان خالد بس ياخد وقته. ده ايه؟ ده الشعير بالنخاله بالقشره الخارجيه بالسنبله، يعني بالسنبله. طيب ده بيغلى فقط. ده بيتغلي وبيتشرب. طب احنا خلصنا ليه التلبينه بقى اللي هي بنستخدمها اكتر. أيوة. هي مطحونه بقى. انا يعني بقاطع الدكتور عشان معايا تليفون سريعا ومفيش وقت قدامنا دقائق قليله. الو الو الو. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك يا استاذ. انا بحقيقه بشكر البرنامج بتاع حضرتك جدا، وهو بيدي يعني تساؤلات جامده عن برامج كتير حضرتك اذاعتها، ففتحت يعني اسئله الحمد لله. ربنا يفتح عليك يعني. ربنا يكرمك يا رب. وبعدين بدا ربنا سبحانه وتعالى يا رب في مصر وكل الدول العربيه وكل المسلمين ان يجيب لهم ربنا اغاثه كده من عنده ان شاء الله، ويشفي كل مريض يا رب يا رب بسرطان او سواء امراض ثانيه ان شاء الله يا رب. انا والدتي كانت عندها سرطان، فقعدت معاها حوالي 6 سنين. هي ما خدتش كيماو على فكره، هي كانت عندها في الساتس منطقه الساتس. فعايزه اعرف هو ممكن يعني بالنسبه للعامل الوراثي بيبقى ليه نسبه اكبر ان هو يتعرض للسرطان غير اي نوع تاني يعني ما عندوش عامل وراثي؟ دي نقطه. والنقطه الثانيه عايزه اعرف تاثير القران الكريم العظيم اللي هي معجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالات السرطانيه، لان انا سمعت اكثر من برنامج ان في القران الكريم ليه تاثير جامد على الخلايا السرطانيه، يعني مع العلاج ممكن ياخد العلاج القران القراءه او السماع. يعني ويا ريت توضح لنا الدكتوره هل هو المقصود بالعلاج القراني الرؤيه الشرعيه ولا القران عامه؟ يعني اي صوره، السماع ولا التلاوه ولا القراءه؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا يا استاذ احمد على البرنامج. شكرا على السؤال. الف سلامه. كان نفسي نرد عليك حالا ولكن في فاصل تلك اعلاني في حلقتنا النهارده، فابقوا معانا. مباشره نفكركم ندوتنا بكره مع الدكتور صبري عبد الرؤوف بنادي ميناء دمياط غدا الخميس باذن الله. وفي حاجتين مهمين قوي هشوفهم دلوقتي على الشاشه. دكتوره ماجده عامر مجهزه لكم طريقه عمل المحشي بالرز الكامل وطريقه عمل الرز الكامل باللبن. وعايز اقول ان احنا يعني بلاش بس نسيب الموضوع كله يمسك في مساله نزل الحاجات دي على الشاشه. بتفكرونا ببرامج المراه، هنعمل ده لمصلحه المشاهدين في الاول وفي الاخر. ما فهمنيش الناس تقول ايه، المهم الناس تستفيد. وانا ده رزقك، دهقك يعني النيه لله عز وجل. بالظبط. طب
المحشي سريع يا دكتوره قولي بقى بتعمليه ازاي؟ هدف المحشي ما يملوش يعني، فالفكره ان الرز طبعا صعب جدا عمله محشي، فلازم بننقعه 3 ساعات على الاقل وبعدين بنصفيه، وبعدين على النار بقى بنحط طماطم مع البصل وتغلي لغايه ما تتثبت. بعد كده بنصفي الرز ونضيفه اليه ونقلب لمده على الاقل 10 دقائق كده، وبعد كده بنبرده ونحط عليه الخضروات الخضره يعني ونحشي. هو ده يعني ده المحشي يعني وبدون زيوت او بزيت الزيتون حسب. وانت يعني خالد اهو، وده المحشي الدكتوره ماجده من اصعب ما يمكن، قعدت اجرب كتير لان طبعا انت عم قلنا بالرز كامل ما بياخدش سوى الخضار اللي في الخارج يعني، كان لازم الواحد يقلفه. ده الرز. طب وده الرز كان. طب ورز باللبن؟ الرز باللبن فالفكره ان هو بدون سكر وبدون دسم يعني سبحان الله، يعني ده مريض السرطان ممكن ياكل الكلام ده رغم ان هو ممنوع عليه كل شيء يعني، لكن بنقول له اهو في بديل. يبقى في بديل ورز باللبن بدل ما اكله جيلي يعني مثلا. يعني هي نقطة مهمة فعلا دكتورة ماجدة عامل فعلا قالتها لي، قالت لي كل مريض في كل مستشفى ما يلوز للسرطان على طول جيلي، قالت لي القيمة الغذائية صفر وكله يعني مواد ملونة مواد ملونة حافظة وغيره وطبعا يعني. طب الرز بالكامل باللبن كده، كوب رز كامل ده كوب ماء ويترك على النار للسلق مده ساعه، ويضاف اليه كيلو لبن مع التقليب ويحلى بالزبيب ويضاف اليه القرفه على الوجه. طيب احنا في يعني لازم نتجنب بقى. نعم معلش. طيب نقطة مهمة خالد، لكن بقول لهم حاجة ميرسي ربنا. خالد بيسألك بيقول لك ممكن احنا ناخد عسل على الرز مثلا باللبن؟ ممكن ممكن بس ما بيبقاش طعمه حلو يعني. لا الافضل اللي هو بالزبيب فقط. هيجي عندنا شخصيا؟ متكتر قوي الزبيب بقى. هو يعني البديل للسكر هيكون الزبيب، الزبيب طبعا صنابير اسرع. طيب معانا حاله سرطان في المخ. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ اتفضلي. والله انا عندي سرطان في المخ ماسك 3 سنين من عصب العين. ألف سلامة. واخد بال حضرتك؟ أيوة فندم اتفضلي. فكنت عايزة أعرف ده ممكن يفيده إيه من حضرتك من اللي الدكتورة بتقوله دلوقتي. حاضر. ألف شكريات عندك. شكرا لك ألف ألف سلامة. الجميل ده. شكرا. شكرا. سريعا دكتورة نقولها إيه؟ السريع هو اللي والممنوعات ارجوك ما ننساش البرنامج غير ما نقول كل الممنوعات. طب سريعا الممنوعات نتجنب ايه؟ وتشيل الدهون عليها تتكاثر خلايا السرطان. طب نتكلم في الممنوعات. هنمنع ايه بقى؟ الممنوعات هيكون اللحوم. اللحوم الحمراء كلها. وبنوصي بدلها بديل لها يكون الاسماك. الاسماك. اثنين هنمنع الاطعمه الجافه اللي هي فقيره بالفايبرز او الالياف. الفقيره بالمية عايزه تقولي؟ الناحيه الجافه هي فقيره بالماء وفقيره برضه بالالياف اللي هي بتسبب الامساك. طب وقلنا ده ستارتنج ذا كولون يعني معناها ان الموت بالمبالغه طبعا الكلمه يعني بيبدا بالقولون، فاذا لازم امنع تراكم السموم في القولون يبقى ادي فايبرز اكتر ادي الياف اكتر. طب بس احنا سيبك من موضوع انفلونزا الطيور، هيك قلتي لو ما فيش نتجنب اللحمه ونعوضها بالسمك، لما ان شاء الله تنتهي موضوع انفلونزا الطيور ممكن الفراخ تبقى بديل برضه؟ لا بالنسبه حتى مريض السرطان لا، انا بتكلم دلوقتي مريض السرطان مش كوقايه، الوقايه الاعتدال في كل شيء ان شاء الله ربنا يعافينا، لكن اهم حاجه بالنسبه لمريض السرطان بنقول يعني نشطه صارمه يعني ممنوع عليه فعلا دول اسيد فورمنج زي ما شرحنا قبل كده. نكمل بقى حضرتك المملحه اطعام المملحه. طب قبل بس الاطعام المملحه واحنا داخلين على شم النسيم العين اطعمه المعلبه طبعا فيها مواد حافظه. ايه سموه في مي ماله؟ سموه في مي لا انا مش بقول لمريض السرطان ها؟ يعني عشان ما احنا كنا بنقول دلوقتي يعني ايه الممنوعات عشان ماده النيتروزامين انا عايزه باختصار شديد اقول في ماده النيتروزامين دي من اخطر ما يمكن ماده كارسينوجينيك بسبب السرطان وتبقى مواد حافظه في الاطعمه المجففه الاطعمه المحفوظه. طيب احنا لازم نتجنبها. طب ناخد تليفون بس سريعا. اقول كله التليفونات مفيش داعي منها يعني كمل. طب ناخد ما هو يعني هعمل ايه؟ عشان الناس تستفيد حرام. الو الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلك يا استاذ احمد انا بسرعه كده هسال حضرتك. اتفضلي. انا كنت طلع لي اورام في صدري وعملت عمليه استئصال الورم وطلع الورم ليفي. عملت عمليه تاني بعدها بسنه برضو طلع الورم ليفي والورم عمال يرجع ودلوقتي انا صدري فيه 3 4 اورام انا مش عارفه ايه بالظبط
ومش عارفه يعني بصراحه، ولا كتبوا لي علاج ولا كتبوا لي حاجه، بيقولوا لي ده بيروح ويجي. بس المره دي ده ثلاث اورام قد كده في صدري، مش معقول هعمل عمليه كل سنه. يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك، بعد اذن الدكتوره، حضرتك تشوفوا لي حاجه دلوقتي تقولوها لي وانا اعمل مش عارفه اعمل ايه بصراحه. حاضر، ألف ألف سلامة لحضرتك. وزي ما قلنا قبل كده، في خمس حالات بيقابلوا خمس علماء أو دعاة برنامج عامة يتسألون، هنحاول برضه نلاقي كده دكتور طيب يعني يقدر إن هو نجذبه لينا برضه، يبقى بيعالج خمس حالات من هذا المرض مجاني للمشاهدين عامة يتسألون بإذن الله. طيب دكتورة ماجدة عامر، سريعا نقول لها إيه؟ إيه اللي ممكن؟ لا، هي طبعا جسمها بيكون أورام، لو حتى غير خبيثة برضه المفروض إنها تتجنب الأطعمة اللي بتسبب الأورام. وبنصحها بذر الكتان تواظب عليه، يعني بذر الكتان فيه فايتو استروجين. هو ده فايتو استروجين، عشان الثلج، هي بالنسبه لها عشان مشكله هو ده بذر الكتان. تاخده بنتازون على البارد، يعني ملعقه مطحونه على كوب من الماء، بس بتسيبه فتره كده على البارد وبتشرب منه بانتظام. غير كده طبعا هي بتعمل الفجل اللي قلنا عليه، ممكن تحط اللي هي لزقه الفجل على وشرحنا. للأسف الشديد وقتنا